مساء الخير سليمة. كل شيء على ما يرام في الحقيقة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي يجري في هذه الآونة بالذات حصة تدريبية بالملحق ملعب مراكش الذي سيحتضن المباراة المنتظرة بين الشقيقين المغربي والجزائري. بالنسبة للعناصر كل شيء تمام، العناصر الوطنية موجودة في صحة جيدة لحد الآن. الناخب الوطني عبر عن فرحته وسعادته لأن الإصابات إن شاء الله نتمنى أن تدوم ابتعدت هذه المرة عن العناصر الوطنية. بالنسبة للأجواء، الأجواء جميلة أيضا، الاستقبال كان حارا، حفاوة الاستقبال هي موجودة على كل لسان في الإدارة، إدارة المنتخب. وبالنسبة للعناصر الوطنية وكذلك الحال بالنسبة للأنصار الذين جاءوا إلى مراكش لمؤازرة المنتخب الوطني الجزائري. أقول في هذه الآونة بالذات المنتخب الجزائري يجري أول حصة تدريبية بالملحق ملعب مراكش التحفة الجميلة، ولكن بأبواب مغلقة فضلها الناخب الوطني السيد عبد الحق بن شيخة أن تكون هكذا حتى يبتعد مرة أخرى عن ضغوطات الأسئلة، أسئلة الصحافة التي تلاحق المنتخب الوطني وكذلك الحال من الطرف الآخر تلاحق المنتخب المغربي من أجل المزيد من المعلومات والتوضيحات والتفسير والتفسيرات أيضا بالنسبة لحالة كل منتخب. كل شيء تمام بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي يقيم أيضا في فندق جميل بعيدا عن الضوضاء، فيه الكثير من الهدوء من الراحة والطمأنينة، على أن يجري يوم غد إن شاء الله المنتخب الوطني الجزائري حصة تدريبية في الملعب الرئيسي حتى يتعرف على أرضية الميدان والملعب الذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين الجارين الجزائر والمغرب. سليمة إن شاء الله. محمد جمال شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مراكش. هذا